الصحراء قاعدين يقولوا انه الامن اقل وقت. علي الصوت الاختلاف في تونس موجود. تكون فاشية، وأن تونس يجب أن تحترم حقوق وكرامة المهاجرين بصرف النظر على جنسهم أو لونهم أو دينهم، وبصرف النظر على وضعيتهم الإدارية. الرسالة اليوم هي أولا زاد لوقف الاعتداءات والتضييقات اللي قاعدة تصير على المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس بحجة وجودهم بطريقة غير نظامية. تقلب في 10 ايام العباد ما عادش تحكي على الحليب والسميد والواحد، ولا يحكيوا على اللي سيب ساريان. علاش يطردوهم بالصفه هذه؟ باي حق المواطن يجي يطرد وينهب له فلوسه ويعمل له هكا؟ يظهر لي صار برشا خليط في المفاهيم. وقت اللي نتكلموا على لي زيميغري ولا لي ميغران، ما عندناش كان من جنوب الصحراء، يعني وقت اللي ننعتوهم بالاسم غادي فما تمييز. من هذاك خرجت حكايه التمييز. وقت اللي نشوفوا لي ناس شنو اللي خرجت بارابور على ميغراسيون، لي شيفر سون تري بروش. سامحني، اونتر 35% للمغرب اللي هما اربع بلدان برك، 36% قريب 45 بلاد افريقيه من جنوب الصحراء. نشوفوا اللي المعادله ماهيش هي. أشقائنا وأخوتنا مرحبا بهم مهما كان، أما إحنا تونس أولاً اللي فيها مكفيها. تونس عايشة أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيره، كما يعبر على بلونانية نو سومو دون اون سيتياسيون دو ستازيس، معناها على شفا حفرة من الانهيار. بلادنا ماهيش حاضرة باش تستقبل الهجرة أولاً. إنساني مرحبا بالمهاجر الشرعي، والأساس أي مهاجر يحترم البلاد في قوانينها وعاداتها وتقاليدها. بصدق كي تشوف الجرائم اللي يرتكبوا فيها ما ينزل من كره حتى حد، تجاوزات كروات مش خارج.